دماغنا عبارة عن فوضى منظمة وصاخبة في نفس الوقت، وده سبب واحد بس لكنا لم ولن نصل للمعرفة النهائية للواقع. ومهما وصلنا المعرفة فهنيجي في نقطة معينة وقدرة دماغنا الاستيعابية هتقف. قبل ما نبدأ حلقتنا انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. ظهر في أوساط البحث العلمي واللي سماها عالم الأعصاب الأمريكي بروس ميلر بمتلازمة الموهبة المكتسبة، والمقصود بيها إنها طفرة مفاجأة في القدرات الذهنية، واللي بفضلها بتظهر مهارات ومعارف جديدة عند الأشخاص المتقدمين في السن، وده بسبب تعرضهم لحوادث ارتجاج في المخ أو لإصابات دماغية وأمراض عقلية أكثر خطورة. ميلر لاحظ في أثناء إدارته لمركز الذاكرة والشيخوخة في جامعة كاليفورنيا إن أحد المريضين بالزهايمر بدأ يهتم بشكل غريب بالرسم التشكيلي، والغريب إن كل ما اشتد مرضه وتعكرت حالته المزاجية كل ما زاد جمال لوحاته. وبدأ ميلر يلاحظ ان في اشخاص تانيين من المصابين بامراض عقلية في المركز بدأ عندهم هوس عجيب بمجالات ما كانتش من هوايتهم، والاغرب انهم كل ما اتدهورت حالتهم المرضية كل ما تطورت المواهب دي بطريقة غير مسبوقة. في الوقت ده ميلر سجل الوقائع دي واللي ساعدته في صياغة فرضيته. جراح عظام عمره ما مسك في حياته آلة موسيقية اتصاب بصعقة في يوم شتاء واللي تسببت له بأضرار عصبية، وفجأة يكتشف في نفسه ولع بالموسيقى وقدرة غريبة على تأليف الموسيقى. حوالي 30 حالة احصاها الباحث ميلر على نفس الشاكلة، كلها بتشهد بإمكانية ظهور معارف جديدة على اشخاص بمجرد ما يتصاب دماغهم بمرض ما، مواهب ومعارف ما كانتش عندهم قبل ما يتصاب دماغهم، ودي حاجة أثارت استغراب ميلر. طب إزاي وإيه اللي بيحصل؟ لاحظ ميلر بفضل تقنيات متطورة في التصوير المقطعي للدماغ بالأشعة إن ظهور متلازمة الموهبة المكتسبة عند نزلاء المركز من المرضى العقليين بتتزامن مع تعطل وظائف الفص الصدغي الأيسر من الدماغ وتدمير أجزاء محددة من المخ، وده اللي أصاب ميلر بالدهشة أكتر، وده اللي خلاه يفترض إن الأجزاء المتعطلة من الفص الأيسر بسبب المرض بتفقد سيطرتها الطبيعية والتقليدية على الفص الأيمن، ومن المعروف إن الفص الأيمن هو المسؤول عن القدرات الإبداعية، فوقتها بيتحرر الفص الأيمن من قوة الكبح اللي كان بيمارس عليه الفص الأيسر وبينطلق في الإبداع. وتفسير ده إن الذكاء البشري مكيف بشكل طبيعي علشان يشتغل وفقا لنظام بيضع حواجز أمام المعلومات اللي بيعتبرها هامشية أو ضعيف، وده بيتم عن طريق آلية عصبية بتتيح التفكير وفقا لقوالب تصنيفية جاهزة في المخ وليها حدود معينة. بمعنى مثلا إن القوالب دي هي اللي بتخلي الدماغ يشوف الشجرة على إنها شجرة بدل ما يشوف آلاف الأوراق ومئات الثمار وعشرات الأغصان اللي بتتكون منها الشجرة، يعني بمعنى أصح بيختصر أو بتبقى عنده المعلومات اللي قبل كده فبيطبق دي على دي. بيعتمد الفص الأيسر على الموجودات العقلية من ضمن أصناف وأقسام معروفة قبل كده، وده اللي بيميز الشخص العاقل عن الشخص اللي عنده مشكلة في عقله، وده اللي بيمكن الذهن من التكهن بالأشياء واللي بيخلي الدماغ سريع في التعرف على الأشياء وبيضعف الكلفة وبيوفر مجهود كبير. يعني الفص الأيسر بيلعب دور المصفى اللي بيحطها الوعي قدام السيل المتدفق من المعلومات واللي بيتعرض ليها المخ في كل وقت، يعني بمعنى اصح لو مفيش المصفى دي كل حاجة هتسيح على بعضها وكل حاجة في يومك هتلمسها او هتشوفها هتحصل لك كأنها بتحصل لك لاول مرة في حياتك، وده اللي هيخلي المخ يشتغل بمجهود اكبر كل يوم علشان في كل مرة يتعرف على الشيء اللي حصل لك. يعني بمعنى اصح وبشكل غير مباشر بترجع كأنك طفل من جديد. اي نعم ده ممكن يولد مواهب كتيرة بس هيكون على حساب حاجات اهم بكتير. متلازمة الموهبة المكتسبة بتعتبر الوجه الاخر من متلازمة النطاسي الكلاسيكية المعروفة عند حوالي 10% من الاطفال اللي بيعانوا من التوحد او من بعض اشكال التخلف العقلي غير العميق، ومن المعروف ان عدد كبير من الاطفال دول بيظهر عليهم المرض ده في سن مبكر، وعلى الرغم من محدودية قدراتهم التواصلية والمنطقية والاجتماعية الا انهم بيكون عندهم موهبة استثنائية في مجال ما بعينه، وكأن في عقولهم الغارقة من الصعوبات المعرفية جزيرة للعبقرية، وده اللي قاله عالم النفس دارول ديتريفر، وقال ان غالبا الجزيرة دي بتحتضن مهارات ابداعية زي الرسم والعزف وعمليات الحساب الذهني. وبالمقارنة بين الاطفال المتوحدين ذات القدرات الخارقة والناس الكبيرة في السن واللي ظهرت عليهم طفرة نبوغ مفاجئ وبالاختبارات اللي حصلت عليهم لقوا ان في نقطة متشابهة بين الحالتين، التصوير المقطعي اظهر ان في غياب للنشاط العصبي في الفص الدماغي الايسر الامامي الصدغي، وبالنتائج دي افترض العلماء ان تحييد الفص الايسر بيوفر ظروف مناسبة لظهور متلازمة الموهبة المكتسبة. في تجربة على مجموعة من المتطوعين طلبوا منهم انهم يربطوا بين 9 نقط
باستخدام 4 خطوط مستقيمة، وال9 نقط دول اتحطوا في 3 صفوف متوازية، كل 3 نقط فوق بعض، بحيث ان يظهر في ترتيبها شكل مربع. وكان الشرط انهم ما يرفعوش القلم في اي مرحلة من مراحل الرب، وما يمشوش بالقلم من جديد على خط سبق رسمه. وبعد محاولات عديدة وكما توقع العلماء، لم ينجح احد من المتطوعين في حل المعضلة. بعد كده استخدم العلماء تقنية معروفة في الطب العصبي لقياس حجم الضرر على ادمغة المصابين بحوادث عصبية، واللي بتسمى بتقنية التحفيز المغناطيسي. ودي بتقوم بارسال شحنات مدروسة من التيار الكهربائي، بتتفاعل مع كهربة الدماغ الطبيعية، وبتتسبب بشكل مؤقت في تجميد المنطقة الدماغية للفص الايسر في الدماغ. وطبقوا التقنية دي على المتطوعين بعد فشلهم في اختبار الشكل الهندسي، وكانت النتيجة مذهلة. اتمكن 40% من المتطوعين في حل معضلة الشكل الهندسي. وتفسير ده بحسب التقرير العلمي للتجربة ان موطن المعلومات في الفص الايسر افسد عمله الطبيعي كمصفاة مبرمجة لرد الفوضى وتنظيمها، وده اللي خلى المتطوعين ما بقوش شايفين الشكل الهندسي المربع وقت تعاملهم مع النقاط المصفوفة، فسهل عليهم الربط بينها بعد ما اتحرروا من قيد المعلومات الجاهزة. طيب بالنسبة للمتطوعين اللي فشلوا في التجربة، ودول 60% يعني اكتر من النص، عجزهم على حل الاختبار ده مش دليل على كون الادمغة الفردية مش بالضرورة تكون شغالة بطريقة موحدة يمكن التكهن بيها. المشكلة في محاولة معرفة مقدار المعرفة اللي ممكن يوصل لها الدماغ الفردي، هي انه لم يسبق لاي دماغ انه اتملى قبل كده. احنا دايما بنوصل لحد زمني قبل وصولنا لحد المعالجة، واعمارنا غير كافية عشان نعرف او نوصل للمعرفة الكاملة. لحد هنا انتهت حلقتنا، بشكركم على المشاهدة، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا لكم، واشوفكم الحلقة الجاية.